يسعد أوقاتكم، درسنا اليوم رح يكون كتير حلو عن كيفية إدراج صورة، تمام؟ والتحكم فيها. اتفقنا كل شيء إدراج من قائمة إدراج، تمام؟ هروح على قائمة إدراج، رح اختار صورة. لاحظوا إدراج صورة من ملف، بيفتح لي هاي الواجهة بيقول لي اختاري مكان الصورة يلي بدك اعمل لك إلى إدراج، تمام؟ أنا اخترت هاي الصورة، طبعا فيكن تختاروا الصورة يلي عدتكن ياها. بعمل إدراج، لاحظوا أول ما عملت إدراج عطاني هون خيار جديد بشريط الأدوات اسمه تنسيق، تنسيق بس للصورة، لاحظوا مكتوب فوق أدوات الصورة تنسيق، تمام؟ أول شيء أول ما بيحط الصورة عندي هون رؤوس على أطراف الصورة مشان أقدر أتحكم بحجمها، لاحظوا كيف أنا بقدر أتحكم بحجمها، تمام؟ طبعاً أي شيء بعمله بدي أعمل تراجع اتفقنا السهم اللي فوق أو كنترول زد، تمام؟ طيب شو خيار التنسيق يلي عطاني اياه لما عملت إدراج للصورة؟ أول شيء هون عندي الضبط، هدلون خيارات ضبط الصورة، السطوع يعني بدي سطوع الصورة قدي بدي النسبة تبعه 40% 30% قديش بدي اياها تكون درجة سطوعها، تمام؟ لاحظتوا الفرق؟ بعدين التباين، كمان نسبة التباين بدي اياها زائد 40 زائد 30 ناقص 10 ناقص 20، بختار النسبة اللي انا بدي اياها للصورة. هون عندي خيار اسمه إعادة التلوين، إعادة التلوين لاحظوا كيف عم يتغير لون الصورة، هي لون الأساسي أزرق، فيني أنا أغير لونها وحط لها اللون اللي بدي إياه، تمام؟ خيار تغيير الصورة إذا بدي اختار صورة غيرها فيني اختار أي صورة تانية وحطها، تمام؟ مثلا اختار هاي الصورة وبحطها، بختار هاي بحطها، أنا هلا رح أبقى على هاي الصورة. طيب هدول الأشكال عندي ياهن كتير حلوين لتنسيق الصورة ونمطها، كيف بدي نمطها يكون؟ لاحظوا كيف عم يتغير النمط، لاحظوا كيف بيعطيني اياها مع ظل، بيعطيني اياها بشكل دائرة، في هون سهم صغير بيعطيني خيارات أوسع، بيعطيني انعكاس لإلها، تطلع بشكل مائل بشكل مسطح، كتير حلو. هون عندي خيار اسمه شكل الصورة، يعني إذا أنا بدي صورة هاي تطلع بشكل معين، شكل سمايل، شكل قلب، شكل دائري، مثلاً أنا رح أختار هذا الشكل، لاحظوا كيف عطاني إياها بالشكل اللي أنا اخترته، تمام؟ مثلاً هيك الشكل اللي بدي إياه أنا تطلع فيه الصورة. عندي خيارات كتير حلوة فيكن تجربوها كلها. حدود الصورة، شو يعني حدود الصورة؟ يعني الداير تبع الصورة، تمام؟ رح أضغط على السهم اللي جنبه رح يعطيني شو بدك لون الإطار تبع الصورة. هون رح يبين فاهي شوي، بس شوفوا كيف مثلاً اللون عم ياخد لون الإطار يلي أنا اختاره، تمام؟ بيعطيني لون الإطار للصورة، حاختار لون غامق شوي عشان يبين معكم. طيب هون خيار كتير حلو اسمه تأثيرات الصورة، تأثيرات الصورة هذا الخيار كل خيار فيه بيعطيني مجموعة من الخيارات، يعني أنا بدي إياها تطلع بشكل ظل للصورة بيعطيني أكثر من شكل للظل، لاحظوا كيف بدي إياها بشكل انعكاس بيعطيني أكثر من شكل كمان للانعكاس،
بدي اياها ثلاثية الابعاد، حواف ناعمة، كلياتهم بيعطيني لون اكتر من شكل. لاحظتوا كيف؟ خيارات كتير حلوة، بتمنى تجربوها كلها. اجينا لهون، هون عم يقلي الموضع، وين بدك موضع الصورة بالصفحة؟ لاحظوا هيك عم يقله أنا بمنتصف الصفحة، هيك بأعلى الصفحة، هيك بأسفل الصفحة. تمام، أنا رح خليها هلأ بأعلى الصفحة. طيب كمان في خيار هون اسمه استدارة. استدارة أنا بدي اياها استدارة لليمين مثلا نسبة 90 درجة. لاحظوا كيف؟ لليسار 90 درجة، بدي اياها انعكاس عمودي. انعكاس عمودي بتقلب الصورة كلها. انعكاس افقي، لاحظتوا؟ طبعا في خيارات اضافية اذا بدنا. هلأ الخيار يلي كتير حلو وكتير مهم هو الاقتصاص. اقتصاص، انا بدي قص جزء من الصورة، بدي شيله. تمام، رح اضغط على اقتصاص، رح اقله مثلا من هون انا بدي شيل شوي. تمام، لاحظتوا كيف شيل الجزء يلي انا بدي اياه. تمام، اخر شي الارتفاع والعرض. ارتفاع الصورة وعرض الصورة، لاحظوا كيف عم يتغير الارتفاع مع العرض. تمام، بتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم، واي اسئلة انا جاهزة معكم ان شاء الله، وبتمنى تطبقوا درس اليوم كتير حلو ورح تحبوه ان شاء الله. بانتظار اسئلتكم وابداعاتكم، وان شاء الله نكمل الفيديو الثاني كمان بادراج اشكال ثانيه. بالتوفيق للجميع.